حصة النهاردة من حسن حظكم ان هي مش مترتبة على الحصة اللي فاتت، بس من اول حصة النهاردة كل اللي جاي مترتب عليها. تاني، من اول حصة النهاردة كل اللي جاي مترتب ايه عليها. حصة جميلة جدا، سبورة واحدة بنلم بيها الدنيا كلها. بتقول ايه السبورة دي او الحصة دي؟ نصلي على النبي يلا، ولا حد صلى؟ ها، طب نصلي على النبي جماعه تاني يلا، ونقول بسم الله. يلا حبايبي، مستر، الحصه اسمها المحتوى الحراري لماده. المحتوى ليه؟ اختصاره هيت. اختصاره يلا هيت، او بنقول عليه هيت كونتنت. هيت ايه؟ يبقى اتش اختصار لهيت كونتنت، يعني محتوى حراري. طب لما اقول لك يعني كلمه محتوى، الكوبايه دي كده اللي محمود لسه جايبها دي بتحتوي على ايه؟ قهوه، صح؟ طيب يبقى محتواها قهوه، صح؟ طب ماشي، الازازه دي كده اللي محمود برضه لسه جايبها تحتوي على ايه؟ يبقى المحتوى بتاعها من جوه. طيب لو انا جبت اي ماده بقى في الدنيا وشفت هي بتحتوي على طاقه حراريه قد ايه او طاقه كيميائيه قد ايه، هنسمي اللحق اللي بتحتوي الماده ده محتوى حراري. عشان كده بنقول مجموع الطاقات اللي هي يا شباب يلا المختزنة، ها، في مول من المادة. تاني كده يلا، مجموع الايه؟ الطاقات المختزنة في مول واحد من المادة. مستر، هي الطاقات او الطاقة وحدة قياسها ايه؟ كيلو جول، صح ولا لا؟ مش كانت جول يا مستر الحصه اللي فاتت؟ ما هو جول كميه قليله جدا، فالعلماء قال لك نقول ايه؟ كيلو جول. نقول ايه؟ يبقى لما اقول لك وحده قياس المحتوى الحراري هتبقى كيلو جول؟ لا، انا بقول لك الطاقات المتخزنه في ايه؟ المختزنه في مول. يعني بالبلدي كده حبيبي عشان تبقوا فاهمين اكتر، المول من اي ماده متخزن فيه طاقه مقدارها كم كيلو جول. عشان كده بنقول وحدة القياس يا حبايبي كيلو جول لكل مول. عرفنا اللفظ ده جه منين؟ كيلو جول ليه يا شباب؟ يبقى وحدة قياس المحتوى الحراري كيلو جول لكل مول. اشمعنى؟ عشان هو طاقة بالكيلو جول متخزنة في الايه؟ في واحد مول. فلما اقول لك المحتوى الحراري المادة مثلا 200 كيلو جول لكل مول، يعني المول من المادة دي كلها، المول كله هو يعني مول. الترم الاول يعني عدد كبير جدا من الجزيئات، صح؟ لما اقول لك مول من الميه معناه ايه؟ معناه جزيء ميه اهو، ومعاه جزيء ميه اهو، ومعاه 6.2 × 10³ جزيء ميه. مش كنا بنقول المول ده عدد كبير جدا اللي قدر يقدره افوجادرو؟ افوجادرو حسب وقال كام؟ 6.2 × 10³ ايه؟ جزيء. يعني لما اقول لك مول من الميه، هل جزيء ميه واحد ولا عدد كبير؟ عدد كبير من جزيئات الميه اللي هو عدد افوجادرو. جميل. طب العدد ده بيختزن طاقه؟ اه. قد ايه وفين؟ مش دي ذره جواها متخزن طاقه؟ بين الذره دي والذره دي رابطه، الرابطه دي متخزن فيها طاقه. بين الجزيء بتاع الميه ده والجزيء الميه ده رابطه ثانيه اهي، اسمها رابطة هيدروجينية، رابطة ايه؟ متخزن فيها طاقة. ايه ده يا مستر؟ انت عندك بقى 6.2 × 10³ جزيء مية، فيهم اضربهم في 3 ذرة، معنا يا جماعة ولا لا؟ 18 وشوية جزيء ذرة قصدي، كل ذرة فيها الكترونات، كل الكترون معاه طاقة. طب ما تيجي يا مستر نحسبها بطريقة اسهل، اللي هي ايه بقى؟ الطاقة الكيميائية أو الطاقة الداخلية بتختزن فين؟
او الطاقه الكيميائيه في الذره، في الماده نفسها، في المول. مش المول ده عباره عن جزيئات ماسكه في بعضها، والجزيء نفسه عباره عن ذرات ماسكه في بعضها. الطاقه بقى بتتخزن فيها يا شباب؟ قال لي في الذره المفرده وفي الجزيء وبين الجزيئات. تاني يلا كده، تخزن فين؟ في الذره. فين يا جماعه؟ يلا، في الجزيء بين الجزيئات. اقول تاني، ها، تتخزن فين؟ يلا، ها ها ها، حلو قوي. في الذره فين؟ تتمثل فين الطاقه المتخزنه في الذره؟ قال لك في الذره بتتمثل في طاقه المستوى. طاقه ايه يا حبايبي؟ يلا، يعني ايه طاقه المستوى؟ قال لك كلمه طاقه المستوى دي معناها كده طاقه الالكترون في المستوى. هو يا مستر الالكترون في المستوى وهو بيلف معاه طاقه. طبعا طاقه الالكترون في المستوى بتنقسم لقسمين، حاجة اسمها طاقة وضع وطاقة حركة. طاقة ايه؟ وضع وطاقة حركة. يا مستر يعني الالكترون هو بيلف حوالين النواة في المستوى معاه طاقة اسمها طاقة حركة؟ اه، ما هو اي جسم بيتحرك بسرعة معينة معاه طاقة اسمها طاقة حركة، واي جسم على ارتفاع معين معاه طاقة متخزنة اسمها طاقة وضع. يبقى الالكترون ده كده، لما اقول لك انا عندي كي ال ام ان او بي كيو، دول كم مستوى؟ يلا، كي ال ام ان او بي كيو. كل ما نبعد ايه اللي بيحصل؟ كلنا عارفين ان كل ما نبعد من قديم الازل طاقه المستوى بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. طب دي يا مستر النواه، دي يا حبايبي يلا، جميل. الالكترون هنا وهنا، هنا على بعد وهنا على بعد. هل بعده هنا زي بعده هنا؟ هل بعده هنا زي بعده هنا؟ ليه؟ هنا أبعد، يبقى هنا متخزن فيه طاقة أكتر، يبقى طاقة وضعه أكتر. طب يا مستر لو هنا يبقى بعده أكبر، يبقى طاقة وضعه. يبقى كل ما نبعد طاقة الوضع بتزيد ولا بتقل؟ يبقى لما أقول لك طاقة المستوى بتزيد ليه؟ عشان طاقة الوضع بتزيد، عشان طاقة وضع الإلكترون بتيجي يا حبايبي يلا بتزيد. زي بالظبط لما أديك مثال بسيط، لو أنا مسكت حاجة مثلا وحطيتها على كرسي، جبت الموبايل ده مثلا وحطيته على الكرسي، وقع من على الكرسي، هيتكسر؟ لا، ممكن آخره يتخدش بتاع. لكن لو حطيته مثلا على ارتفاع مثلا زي دورين، وقع منك وانت واقف في البلكونه على الارض، ايه اللي هيحصل؟ هيدشدش، صح؟ ليه؟ لان هنا الارتفاع زاد فطاقه الوضع اللي معاه زادت، هنا طاقه الوضع اقل. فكل ما يبعد الالكترون طاقه وضعه بتزيد فطاقه المستوى تزيد. يبقى كل الكترون معاه طاقه، اه، اسمها طاقه ايه؟ حركه وطاقه وضع. يبقى طاقة المستوى عبارة عن طاقة الحركة زائد طاقة الوضع زائد طاقة. يبقى الطاقة المختزنة في الذرة تختزن في طاقة الإلكترونات. تاني فين؟ في طاقة في المستوى. طاقة الإلكترون في المستوى اللي هي طاقة حركة الإلكترونات زائد طاقة وضع الإلكترونات. جميل. طب مستر لما نخش على الجزيء بقى، احنا خرجنا بره الذرة خلاص، هنخش جوه الجزيء. بين الذرة والذرة جوه الجزيء مش في روابط؟ يبقى في الجزيء بتختزن الطاقة في الروابط. تاني، في الجزيء ها تختزن الطاقة فين؟ ردوا عليها يا جماعة، في الجزيء بتختزن الطاقة فين؟ الروابط. جميل. في الروابط يعني ايه؟ لما اقول لسيادتك جزيء مية عبارة عن اتش او اتش، هي دي رابطة ولا مش رابطة؟ ودي رابطة ولا مش رابطة؟ صح يا شباب؟ الروابط دي كده حبايبي بتخزن طاقة. الروابط دي بتخزن ايه يلا؟ ها، بتخزن ايه يا حبايبي يلا؟ طاقة. فلما اقول لسيادتك الطاقة المختزنة في الجزيء بتتخزن في الروابط. بتتخزن في ايه يلا؟ جميل.
طيب ادي رابطه وادي رابطه وادي رابطه وادي رابطه، كل جزء فيه روابط والعدد الكبير ده كله فيه روابط، يبقى الروابط دي كلها متخزن فيها طاقه جوه لكل جزء، يبقى دي زائد دي. طب نخرج بره الجزء بقى، يلا هنلاقي الجزء مرتبط مع الجزء التاني بروابط صح، اسمها روابط هيدروجينيه او غيرها او غيرها او غيرها. طب مستر هنا بقى سموا القوى قوى الجذب بين جزيئات الماده بقوى جذب فاندر فال. قوى جذب ايه؟ ها فاندر ايه؟ هو مين فاندر فال ده؟ ده عالم. العالم ده حبايبي هو اللي اكتشف او توصل ان في قوى جذب بين جزيئات الماده وبعضها، عشان كده سموا القوى دي على اسمه، اسمها قوى جذب ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ يلا قوى الجذب ها بين جزيئات، قوى الجذب بين ايه؟ الماده. وقال لك هي عباره ها عن طاقه وضع، عباره عن طاقه ايه يا حبايبي؟ يلا كلام زي الفل ماشي. خلي بالك طاقه الجذب، قوى الجذب بين جزيئات الماده دي بتختلف باختلاف الحاله. تختلف ايه؟ مش فاهم يعني ايه يا عم الحاج تختلف باختلاف الحاله. يعني لو الماده دي صلبه ولو الماده دي سائله ولو الماده دي غازيه. لو الماده صلبه قوى الجذب بين جزيئاتها بتبقى كبيره، لو المادة سائلة قوى الجذب بين جزيئاتها بتبقى ضعيفة، لو غازية قوى الجذب بين جزيئاتها بتبقى شبه منعدمة. لا يا مستر أنا مش فاهم، وضح أكتر. هديك مثال بسيط، لو أنا جبت الهواء ده عملت إيديا كده ها اتحرك ولا لا؟ في مقاومة؟ ضعيفة جدا صح؟ هل في قوى جذب؟ أنت حاسس إن في قوى جذب؟ لا. طب لو عايز تحسها أكتر وانت ماشي بالعربية طلع ايديك كده هتحس بمقاومة الهواء صح ولا لا؟ صح؟ يبقى في قوة جذب بين جزيئات الهواء بس ضعيفة، عشان كده بنقول عليها شبه ايه؟ منعدمة. علشان كده المادة الغازية ليس لها شكل ثابت او حجم ثابت. ليس لها شكل ثابت او ايه يا جماعة؟ يلا جميل. تاخد شكل لو انت جبت بالونه فيها شويه هواء، واخدين شكل الهواء البالونه وحجم البالونه، لما تفرقع البالونه ايه اللي بيحصل؟ تنتشر في الاوضه تمام. طب لو انا جبت ماده سائله ايديا بدل ما بعمل كده في الهواء قمت جاي اعمل كده في الميه، هتتحرك بنفس السهوله ولا اقل شويه؟ في قوه اكبر. يبقى معنى كده قوه الجذب بين جزيئات الماده السائله اكبر شويه من الغازيه، يعني ضعيفه صح؟ نقول عليها لها حجم ثابت، بس هل لها شكل ثابت؟ يبقى ليس لها شكل ثابت. يبقى ليس لها شكل يا حبايبي يلا، يبقى لها حجم ثابت بس ملهاش شكل ثابت. بدليل لو انت عندك شويه ميه في ازازه حاططهم في طبق هياخدوا شكل الطبق، بس هل حجمهم هيزيد؟ هما نفس الايه؟ الحجم. طب الماده الصلبه لها ها شكل ثابت ولها حجم ثابت. القلم ده هل لو حطيته في كوبايه ياخد شكل كوبايه؟ هل حجمه بيتغير؟ لا، يبقى حجمه ثابت وشكله ثابت. طيب مستر مجموع الطاقات دي كلها بقى زائد دي زائد دي اسمها محتوى حراري. اسمها ايه يلا؟ يبقى المحتوى الحراري مجموع الطاقات المختزنه في المول من الماده دي كلها، اللي هي في الذرات كلها في المول، في الروابط اللي بين الذرات كلها في المول، في في القوى الجذب بين جزيئات الماده كلها في المول. يعني لو انا عندي مول من الميه، يعني قلنا كام؟ 6.2 × 10^23 600000 مليار مليار جزيء ميه. في عدد من الذرات متخزن فيه طاقه، في عدد من الجزيئات في روابط متخزن فيها طاقه، بين الجزيئات وبعضها متخزن طاقه صح؟ اجمع كل ده يديك محتوى الحراري للماده دي. طب هل يا مستر ينفع نحسب المحتوى الحراري للمادة عمليا؟ قال لك استحالة استحالة. ليه؟ قال لك اخرك
تحسب حاجة اسمها التغير في المحتوى الحراري. تحسب ايه؟ يلا دلتا اتش. يا مستر دلتا اتش ده؟ دلتا يعني تغير، ماشي، واتش محتوى حراري، فبنقول التغير في المحتوى الحراري. التغير في المحتوى ليه؟ للتفاعل اللي بيحصل، اللي هو احنا بنسميه تغير حراري. تغير ايه؟ ايه اللي بنحسبه ازاي يا مستر؟ قال لك المتفاعلات لها محتوى حراري والنواتج لها محتوى حراري، فنقول اتش بي ناقص اتش ار. ايه اتش؟ قلنا محتوى حراري. بي اختصار لبرودكتس يعني نواتج، فنقول مجموع المحتوى الحراري للنواتج ناقص مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات. تاني، مجموع المحتوى الحراري ليه؟ ناقص مجموع المحتوى الحراري ليه؟ ده اسمه تغير في المحتوى الحراري. ده اسمه ايه؟ تغير فين يا جماعة؟ في المحتوى الحراري او التغير الحراري للتفاعل. مش فاهم برضو يا مستر. يعني لما اقول لسيادتك مثلا انا عندي هنا تفاعل A زائد B اداني C، انا بعمل التفاعل ده لقيت الجو سخن، لقيت الجو ايه؟ يبقى التفاعل ده طلع حرارة ولا خد حرارة؟ طلع، عشان سخن الجو. طب ليه؟ قال لك عشان المتفاعلات دي كانت مثلا طاقتها 70، لما تفاعلوا طلعوا لي سي طاقتها 50. طب مستر يعني كان A و B مع بعض طاقتهم كام؟ 70. لما اتحدوا مع بعض يدوني مادة اسمها سي طاقتها كام؟ طب مش كده في فرق 20؟ راحت فين؟ خرجت. راحت فين يا جماعة؟ يلا يبقى دي خرجت. طب الطاقة اللي خارجة دي اقدر احسبها، اقدر ايه؟ طب احسبها ازاي يا مستر؟ خدنا الحصة اللي فاتت حاجة اسمها مسعر الاحتراق. حد فاكره؟ مسعر ليه؟ حطينا هنا كده اناء مقفول، ها، وهنا في مية، فاكرين ولا لا؟ وهنا مية. قلنا هنا كده في سلكين اشتعال. لو انا عايز احرق حتة فحم مثلا زي سي مع الاوتو تديني سي اوتو زائد هيت زائد ايه؟ ده تفاعل بيطلع حرارة. الحرارة اللي خارجة دي اسمها تغير حراري. اسمها تغير ايه؟ الحرارة اللي خرجت. التغير الحراري يعني الفرق في الحرارة بين النواتج والمتفاعلات، بين النواتج والايه؟ الحرارة اللي هتخرج او هتدخل. طب انا عايز احسب لما بحرق حتة فحم هنا، سخنها لحد ما تحمر اهو عن طريق السلكين دول كده، اول ما تعمل الشرارة هنا تلاقي دي بدأت تسخن وتحمر كده اهي وتولع. طب مش احتراق الفحم هيطلع لي حرارة؟ الحرارة هتخرج تروح هنا 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 هنا، صح ولا لا؟ دي اسمها كمية الحرارة. طب العلماء قدروا يحسبوها ازاي؟ مش الهيت دي حرارة خارجة؟ طب قدروا يحسبوها هنا؟ اه. ازاي؟ مش الحرارة اللي هتخرج المية دي هتاخدها؟ المية ايه؟ طب ما انا عندي ترمومتر هنا اقدر اقيس بيه درجة حرارة المية قبل وبعد، يعني اقدر اجيب دلتا تي، وعندي كتلة المية اقدر اجيبها احسبها، وعندي الحرارة النوعية للمية 4.18، اقدر احسب كيو ولا ما اقدرش؟ مش كده اقدر احسب كمية الحرارة اللي المية خددها اللي هي اصلا جاية من الاحتراق اللي هي اصلا تعتبر التغير الحراري؟ صح يا جماعة ولا لا؟ يبقى انا ما اقدرش احسب المحتوى الحراري المادة لوحدها عمليا، اقدر احسب بس التغير في المحتوى الحراري. العلماء قال لك ايه بقى؟ بصفة عامة عشان تحسب التغير الحراري ده تقول لي اتش بي ناقص اتش ار، يعني ده ناقص ده، ده ناقص ايه؟ لو حسبنا هنا 20 50 ناقص كام؟ 70، يبقى سالب 20، يبقى سالب. فنقول هنا التغير الحراري لاي تفاعل في الدنيا اتش بي ها ناقص اتش ار، يعني مجموع المحتوى الحراري للنواتج ناقص مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات. تمام. العلماء برضو قالوا اتفقوا على ايه؟ على شروط معينه، ظروف معينه. واحد، المحتوى الحراري للماده العنصريه بصفر. يعني مثلا هنا السي ده ماده عنصريه، صح؟ هو يعني ايه ماده عنصريه؟ يعني مش مركب، يعني تكون من نفس النوع من الذرات، كربون اكسجين
نيتروجين، هيدروجين، فلور، كلور، بروم، مغنيسيوم، ألمونيوم، نوع واحد من الذرات. لكن لما اقول لك CO2 هل ده عنصر ولا بيتكون من كذا ذره، كذا نوع من الذرات؟ ده اسمه مركب او جزيء. فالعلماء قال لك ايه، لما تلاقي حاجه ماده عنصريه زي دي كده تقول لي المحتوى الحراري بتاعها بصفر. طب عشان نشتغل في تجارب الكيمياء الحراريه ونشتغل في نقيس المحتوى الحراري الماده والكلام ده كله، قال لك التجارب دي بتتم في ظروف قياسيه. ايه هي الظروف القياسيه يا عم الحاج انت وهو؟ قال لك واحد يكون الضغط الجوي 1 اي تي ام. الضغط الجوي كام؟ يعني واحد ضغط جو، واحد ضغط جو. اتنين درجة الحرارة هي درجة حرارة الغرفة 25 درجة. 25؟ ايه كمان؟ قال لك تركيز المحلول اللي انت بتشتغل عليه يكون لازم يكون واحد ملاغي. طب اتفق العلماء على ايه كمان؟ قال لك بص، لو انت بتحرق مثلا كربون اهو هيطلع لي سي او 2 صح؟ لو احنا قلنا دلتا اتش، دلتا ايه؟ هنا مثلا ده ناقص ده. لو انا عايز احسبها، لو انا عايز ايه؟ يعني ايه؟ انا قلت لك مثلا المحتوى الحراري بتاع ثاني اكسيد الكربون سالب 393.5. خلاص احنا قلنا مستر ده بزيرو، ها؟ وده بايه؟ ليه يا مستر ده بزيرو وده بزيرو؟ عشان دي عناصر. عشان دي ايه؟ والمادة العنصرية المحتوى الحراري بتاعها بكام؟ بصفر. قال لك بص، دول مجموعهم بزيرو، وده كام؟ المحتوى الحراري. لو انا عاوز احسب دلتا اتش، يلا هقول ايه؟ اتش بي سالب 393.5 صح ولا لا؟ ناقص ان المتفاعلات زيرو، تطلع بسالب 393.5 كيلو جول لكل مول. الله، شايفين دي بقى كده يا حبايبي؟ اسمها دلتا اتش. اسمها ايه؟ اللي هي التغير الحراري اللي حصل نتيجه الاحتراق ده، اللي هو هنا هيطلع بكام؟ بسالب 393.5 كيلو جول لكل مول. ماشي. طيب مستر ده كده دلتا، ها؟ اتش نتيجه كام مول يلا من الكربون؟ واحد مول. لو انا قلت لك احسب كمية الحرارة الناتجة من احتراق 5 مول من الكربون، تقول لي ايه؟ مستر مش محتاجة القوانين اصلا، مش 1 مول بيطلع طاقة كده؟ ها؟ يبقى 5 مول يطلع سي، ونحسب مقص صح؟ بس العلماء الافاضل عملوا لنا قانون بيقول ايه؟ كيو بتساوي سالب ان في الدلتا اتش. كيو دي كميه الحراره، كميه اللي يلا الناتجه كلها، ان عدد المولات، عدد الايه؟ دلتا اتش التغير في المحتوى الحراري، التغير القياسي في المحتوى الحراري، اللي هو احنا بنسميه يا حبايبي، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الحته دي مهمه قوي، لواحد مول. لكم مول؟ يعني دلتا اتش دي بتاعت 1 مول. طب ان عدد المولات، 1 مول بيطلع كذا. طب 5 مول اضرب في الخمسه، اضرب في كام؟ هو 1 مول هنا طلع لي كام؟ سالب 393.5 صح؟ يبقى في الحاله دي كده تقول له كيو بتساوي سالب ان اللي هي 5 اهي، في دلتا اتش اللي هي كام يلا هناك؟ سالب 393.5، تطلع بموجب رقم معين. وخلي بالك دايما كيو عكس دلتا اتش. كيو يعني لما نقول القانون بيقول ايه، تقول لي كده دلتا اتش بتساوي سالب كيو على الان. مستر كيو دي اللي هي ايه؟ كيو اللي هي كميه الحراره، كيو اللي هي كميه ايه يا حبايبي؟ يلا دلتا اتش التغير، ها، الحراري القياسي، ان عدد المولات. بس خلي بالك القانون ده اللي حطه في الفصل الاول حمار، لان هو مكانه اصلا مش هنا، مكانه لما ناخد حاجه اسمها حراره الاحتراق. انا بحرق الكربون يبقى الناتج ده اسمه حراره احتراق الكربون،
حرارة التكوين بكون ثاني كربون، يبقى الناتج ده اسمه حرارة تكوين ثاني الكربون. حرارة التخفيف، حرارة الذوبان، هيبقى ليه استخدامات تانية. لكن هنا انا ممكن استغنى عنه اصلا واقول لك مش هنا واحد مول بيطلع لي ده، يبقى 5 مول يطلع كام؟ كذا. مفهوم كده؟ مفهوم ولا لا؟ طالما في معادلة ممكن تستغنى عنه اصلا. طيب مستر انت قلت لي صعب احسب المحتوى الحراري للمادة عمليا، صح؟ 2 لان صعب تحسب كل ده. 2 نقدر بس نحسب التغير في المحتوى الحراري اللي هو نواتج ناقص، يعني لما اقول لك احسب دلتا اتش للتفاعل ده، علما بان المحتوى الحراري لثاني اكسيد الكربون سالب 393.5 كيلو جول لكل مول. هتقول لي ايه؟ دول يا مستر بصفر عشان دي عناصر وده عندي مديهولي، يبقى دلتا اتش ده ناقص ده سالب 393.5 ناقص 0 اهو. طب مستر التفاعل ده هيطلع حراره ولا هياخد حراره؟ مش عارف. اعرف منين؟ اعرف منين؟ بص كده، هو هنا دلتا اتش طلعت سالب ولا موجب؟ صح. طب هو انت هنا التفاعل ده هنا كان كام وهنا كام؟ طلع حراره للوسط ولا ما طلعش؟ دلتا اتش لو جيت تحسبها هنا تبقى ايه؟ 50 ناقص تبقى سالب 20. يبقى لو لقيت سالب يبقى هيطلع حراره. لو لقيت دلتا اتش طلعت معاك بسالب يبقى هيطلع، هيطلع ايه؟ عشان دلتا اتش هتبقى سالب. مفهوم؟ طب ما تيجي نمسح ونشوف ايه حكايه هيطلع حراره وهيدخل حراره. يلا امسح. السبوره دي بقى مهمه جدا. احنا كده فهمنا يعني ايه محتوى حراري، صح؟ يعني ايه محتوى؟ محتوى حراري يعني ايه؟ مجموع الطاقات المختزنه في مول واحد من الماده. طب هل ينفع نلاقي المحتوى الحراري لثاني اكسيد الكربون زي الميه زي 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 زي؟ لا. ليه؟ قال لك المحتوى الحراري بيختلف من ماده لاخرى. ليه؟ لاختلاف نوع وعدد الذرات، لاختلاف نوع وعدد الذرات وطريقه ارتباطها، تمام؟ وكمان الحاله، مش المحتوى الحراري بيختلف باختلاف الحاله الفيزيائيه. طب مستر انواع التفاعلات عندنا، يلا التفاعلات الكيميائية بتنقسم إلى طردة للحرارة اسمها إيه؟ من اسمها بتطرد، صح؟ ماصة للحرارة بتمتص حرارة. طردة للحرارة يا مستر يعني ايه؟ وماصة للحرارة يعني ايه؟ ها؟ اسكت. سمي الله الأول يلا. أول حاجة عندنا اللهم صل على محمد، ها؟ هنا يصاحبها انطلاق حرارة للوسط. أوبا. يعني يا مستر لما تحصل تطلع حرارة للوسط، طب لما تطلع حرارة للوسط هل درجة حرارة الوسط هتفضل زي ما هي ولا هتزيد؟ يبقى وارتفاع. وايه؟ ها؟ درجة حرارة الوسط. تاني يلا كده، يصاحبها ها انطلاق حرارة للوسط وايه كمان؟ وارتفاع درجة حرارة الوسط. طيب اديني مثال هقول لك. الاي زائد البي بيديني سي. دول طاقتهم كانت 70 مثلا، لما تفعلوا بقت طاقتهم كم؟ 50. الناس فاهمه الطاقه كانت 70 بقت كم؟ 50. قلت ولا زادت؟ النقص ده راح فين؟ خرج. خرج فين يا مستر؟ خرج للوسط يا حبيبي. خرج ليه؟ يبقى ده كده للوسط، يبقى ده طارد. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ مستر معلش الحراره دي مقدارها قد ايه؟ مش ده 70؟ دول كانوا 70؟ لما طلعوا 50 يبقى في نقص كام حصل؟ 20. ال 20 هي دي.
يبقى الحراره دي كده مثلا 20 كيلو جول. ها طب مش الحاجات الحراره سي دي كده اتش بي، مش دي حراره النواتج برودكتس، و70 دي اتش ار رياكتونتس. يبقى دي كده يا مستر المحتوى، مجموع المحتوى الحراري للنواتج، وده الايه؟ ها المتفاعلات. ايهما اكبر؟ المتفاعلات اللي ايه؟ الله. يبقى هنا طاقه المتفاعلات اكبر من النواتج، عشان كده دايما لما نيجي نقول دلتا اتش، فاكرين دلتا اتش كان بيساوي اتش بي ناقص اتش ار، اتش بي ناقص اتش يبقى 50 ناقص 70، صح ولا لا؟ يعني يا مستر لو انا عايز اكتب المعادله دي A زائد B تديني C واحسب دلتا اتش، هقول سالب ولا موجب؟ سالب. 50 ناقص 70 تبقى سالب 20. اقول ايه بقى الوحده؟ يلا كيلو جول لكل مول. دلتا اتش هنا طلعت سالب ولا موجب؟ يبقى دلتا اتش هنا دايما هتطلع بسالب، وسالب يعني اقل من صفر. اقل من كم؟ اقل من كام يا مستر؟ يعني معنى كده ان التفاعلات الطارده للحراره، واحد بتطلع حراره، اه يصاحبها انطلاق حراره الوسط، اتنين ارتفاع درجه حراره الوسط، اه ايه كمان؟ قال لك دلتا اتش بتاعتها دايما بتبقى سالب. ليه؟ عشان اتش بي اصغر من اتش ار. عشان ايه؟ ها ليه؟ عشان الحراره بتخرج، اللي بيتكون طاقته اقل من اللي دخل، فالحراره بتخرج. فلما اقول لك التفاعلات الطارده، التفاعلات الطارده للحراره دايما دلتا اتش بتاعتها سالبه، ها او اقل من صفر. ليه؟ لان اتش بي اقل من اتش ار، او لان المحتوى الحراري للنواتج اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات. طب لو انا جيت ارسم مخطط طاقه، يعني شكل كده بيعبر عن الفرق في الطاقة واتجاه الطاقة والحاجات دي كلها، هنكتب دايما على الصادي اتش اللي هي المحتوى الحراري، اللي هي المحتوى الايه؟ او الطاقة، وهنا اتجاه التفاعل، وهنا اللي هي يا جماعة يلا جميل، يبقى هنا اتجاه التفاعل اهو، وهنا هيت كونتنت او الحرارة او الطاقة او المحتوى الحراري. هو هنا المتفاعلات ولا النواتج اللي اكبر؟ اكبر، صح. يبقى المتفاعلات فوق يا مستر. اشمعنى؟ عشان دايما اللازق في الصدي متفاعلات، دايما اللي لازق في الصدي يا حبايبي يلا، يبقى هنبدا اهو دي المتفاعلات. النواتج اقل، اللي بعيد عن الصدي نواتج، ها اللي لازق في الصدي ايه؟ متفاعلات، البعيد نواتج. طب مستر هنا المتفاعلات اكبر، صح؟ دي متفاعلات، ودي يا حبايبي يلا الطاقة بتاعت المتفاعلات كانت 70، النواتج 50، قلت ولا زادت؟ قلت ولا زادت؟ يبقى طارد. يبقى ايه؟ يعني سيادتك لو انت هتقول لي كده اهو، عاوز دلتا اتش يلا، هقول له دلتا اتش هنا كده بسالب. دلتا اتش بايه؟ دلتا اتش بايه يا جماعة؟ السؤال هنا لو A زائد ال B هنا وهنا ال C، مش الشكل ده كده افهم منه ايه؟ ان الطاقه بتاعت المتفاعلات قلت. لو هنا 70 مثلا وهنا 50، يبقى 50 ناقص 70 الفرق ده كام؟ فاهمين بالله عليكم؟ يبقى المخطط نازل ولا طالع؟ ليه؟ عشان الطاقه قلت. طب لما نيجي نعكس الكلام ده كله هنا، هتلاقي الماسه للحراره، ها عشان تحصل يلزمها امتصاص حرارة من الوسط. جميل. وبعدين لما تاخد حرارة من الوسط، التفاعل حصل فشفط حرارة الوسط، يبقى درجة حرارة الوسط هتقل ولا هتزيد؟ يبقى وانخفاض، ها درجة حرارة اللي يا حبايبي يلا الوسط، وانخفاض درجة حرارة. جميل. ادي الاي زائد البي اداني سي، ببص على دول لقيت طاقتهم 70،
دول 100. الله 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 مستر، ايه ده مستر ده؟ يعني هما كانوا 70 بقوا 100 من الهوا كده؟ اه من الهوا، ايه المشكله؟ نعم، ما هو استحاله يكونوا بقوا 100 لوحدهم، اكيد في عوامل خارجيه، في حاجه ساعدتهم صح؟ ايه اللي ساعدهم؟ حراره. جات لهم منين؟ من الوسط. جات لهم منين؟ اهو. يبقى الحراره هنا داخله ولا خارجه؟ داخله ولا خارجه؟ من الوسط. منين يلا؟ هنا كانت حراره خارجه للوسط، هنا حراره داخله منين؟ طب 70 بقت 100 يبقى خدت من الوسط كام؟ طب هنا اتش ار وهنا اتش بي. اتش ار طاقه المتفاعلات، اتش بي طاقه النواتج، ايهما ها اكبر؟ النواتج. يبقى في الحاله دي بنقول طاقه النواتج اكبر من طاقه المتفاعلات. المحتوى الحراري للنواتج اكبر من المحتوى ها الحراري للايه يا حبايبي؟ يلا المتفاعلات. يبقى في الحاله دي دلتا اتش هتبقى عامله ازاي؟ تعال نشوف. ايه زائد البي اداك السي. دلتا اتش هتساوي يلا مش اتش بي 100 ناقص اتش ار 70. 100 ناقص 70 كام؟ موجب ولا سالب؟ كيلو جول لكل مول. الناس اللي بتفهم يلا، دلتا اتش موجب ولا سالب؟ يبقى هنا دلتا اتش لازم تبقى موجبه، يعني اكبر من صفر. لازم تبقى ايه؟ دلتا اتش هنا ايه ها؟ دلتا اتش هنا ايه؟ جميل. دلتا اتش هنا سالبة. ليه دلتا اتش هنا طلعت موجبة؟ عشان طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات. تاني، عشان طاقة النواتج أكبر من طاقة ها؟ عشان طاقة النواتج ها؟ تاني، عشان طاقة النواتج أكبر من مفهوم بالله عليكم لحد هنا؟ طب لو أنا هرسم مخطط طاقة يا مستر، أقول لك بسيطة. يلا هنرسم هنا ايه؟ هنكتب هنا ايه؟ ها؟ اللي هو محتوى الحراري او الطاقة. دايما المتفاعلات بتبقى لازقة في الصادي. لازقة فين؟ طيب المتفاعلات هنا ولا النواتج اللي اكبر؟ طب المتفاعلات اقل، يبقى المتفاعلات هي اللي تحت. يبقى المتفاعلات هي اللي ايه؟ اللي تحت. ماشي، النواتج فوق. ماشي، في الحالة دي كده المنحنتك ها طالع صح، لان الطاقه بتزيد. هنا نقول ايه يلا؟ ايه زائد البي تديني سي. لو انت سيادتك خدت بالك هتلاقي النواتج هنا اهي والمتفاعلات هنا. لو طاقه النواتج هنا كانت مثلا 100، المتفاعلات كام؟ 70. مش دلتا اتش كده حبايبي الفرق ما بينهم؟ مش دي كده تبقى دلتا اتش صح ولا ايه؟ دلتا اتش هتبقى ايه يلا؟ ها دلتا اتش اللي هي الفرق في الحراره بين النواتج والمتفاعلات، هتبقى موجب ولا سالب؟ 30. بالله عليكم المقارنه ما بين الاثنين صعبه. يلا مين هيقارن بسرعه معايا؟ ها التفاعل الطارد، تفاعلات الطاردة ها يصاحبها انطلاق طاقة حرارية للوسط وارتفاع درجة حرارة الوسط. التفاعلات الماصة ها يلزمها امتصاص طاقة حرارية من وانخفاض درجة حرارة الوسط. دلتا اتش هنا هتبقى سالبة عشان اتش بي اقل من اتش ار. دلتا اتش هنا هتبقى موجبة عشان اتش بي اكبر من اتش ار. المنحنى هنا نازل، المنحنى هنا طالع، هنا زد متدلعة. ايه؟ اه مش ده حرف الزد؟ يعني لو انت هتعمل لي الشكل كده اهو هيبقى عامل كده. ايه ده يا مستر؟ يعني ممكن يجيب لي شكل زي ده في الامتحان ويقول لي ده طارد ولا مقص؟ اه ده طارد ولا مقص؟ طارد ولا مقص؟ عشان زد متدلع ها. طب هنا يلا هيبقى ايه كده؟ هيبقى ايه؟ اهو
اس ولا مش اس؟ متدلع. طيب نقدر يا مستر نحدد من خلال قيمه دلتا اتش او اشاره دلتا اتش نوع التفاعل؟ ازاي؟ تعال اقول لك مثال واحد عندكم في الملزمه، بيقول لي احسب ما تبصش دلتا اتش للتفاعل التالي ثم حدد نوعه. ومديك H2S زائد 4F2 سهل 2HF زائد SF6. هو هنا بيقول لي ايه؟ احسب دلتا H للتفاعل ده علما بأن، ها علما بايه؟ المحتوى الحراري ل H2S سالب 21، HF سالب 273، ركز معايا بالله عليك، ها SF6 سالب 1220 كيلو جول كل مول. هو عاوز ايه تاني؟ يلا دلتا اتش، عاوز ايه؟ عاوز دلتا اتش او حرارة التفاعل ده، وحدد نوع التفاعل. يبقى لو لقينا دلتا اتش موجبه يبقى ماس، سالبه يبقى طارد. جميل، هنعمل ايه؟ مش هو عاوز دلتا اتش؟ ودلتا اتش بتساوي اتش بي ناقص اتش ار. الناس اللي نسيت اهي، دلتا اتش بتساوي ها اتش بي ناقص، يا حبايبي يلا السبوره اللي فاتت صح؟ ماشي مستر. هو هنا ده بكام؟ زائد، مش مدين ده يا مستر في المساله، ما هو ده بزيرو. اشمعنى؟ ماده عنصريه والمحتوى الحراري للماده العنصريه بكام؟ يبقى سالب 21. جميل جدا، ده كده اسمه اتش ار. ده كده اتش ايه يا حبايبي يلا؟ ده كده اللي احنا جبناه اتش ار. هنا بقى 2 صح؟ دي كام؟ دي كام؟ طيب هما ال اتش اف لوحدها بسالب 273، يبقى نقوم هنا ضاربين في 2. ضاربين في كام؟ 2 في سالب 273 اللي هو 2 في ال اتش اف، زائد زائد يلا سالب 1220. هتطلع كلها على بعضها لما تيجي تحسبها يا حبيبي سالب 1766. هي ايه اللي انت حسبتها دي يا مستر؟ دي يا حبيبي اتش بي اتش ايه؟ يبقى انت كده سيادتك بكل بساطه جبت الاتش بي وجبت الاتش ار صح؟ هو عاوز ايه في المساله؟ دلتا اتش. هنقوم قايلين له دلتا اتش بتساوي يلا اتش بي ناقص اتش ار، اتش بي سالب 1766 زائد سالب 21 تطلع بسالب 1745 كيلو جول لكل مول. هو عاوز بيقول لك ايه؟ حدد نوعه. هتقول له دلتا اتش سالبه، اذا التفاعل طارد. تفاعل ايه؟ بالله عليكم دي صعبه؟ الناس فاهمه؟ تفاعل ايه؟ مثال اتنين عندكم في الملزمه برضو، بيقول لي احسب المحتوى الحراري لثاني اكسيد الكربون في التفاعل التالي، ومدي سي زائد الاو 2 سي او 2 ودلتا اتش سالب 393.5 كيلو جول لكل مول. يلا طبعا في في المعادلات الحراريه حبايبي لازم نكتب الحاله الفيزيائيه. اشمعنى؟ هنقولها الحصه اللي جايه، لان المحتوى الحراري قلنا بيختلف باختلاف الحاله الفيزيائيه. هو عاوز ايه هنا المره دي؟ عايز المحتوى الحراري ده. يا مستر ده مش مديني اي حاجه في المعادله، ما انا عارف مديك دلتا اتش. هتقول له ايه يلا؟ مش ده بزيرو وده بزيرو؟ يبقى الاثنين دول بكام؟ حلو جدا، يبقى انت كده عندك المحتوى الحراري للمتفاعلات بزيرو. طب النواتج اتش بي اللي انا عايزها اللي هي ثاني اكسيد الكربون مول واحد صح؟ ولا واحد ولا اتنين مول؟ واحد مول. جميل، مديني دلتا اتش يا مستر اهي. حلو، طب مش انا عندي دلتا اتش بتساوي اتش بي ناقص اتش ار صح يا رجاله؟ صح ولا ايه؟ طب دلتا اتش بكام؟ سالب 393.5 هتساوي اتش بي اللي انا عايزها اللي هي المحتوى الحراري ثاني اكسيد الكربون ناقص الزيرو ناقص الايه؟ طب مش انا كده عندي الاتش بي اللي هي واحد مول من ثاني اكسيد الكربون ناقص زيرو، يعني خلاص هي هي، مش الزيرو راح؟ اصبح هنا حبايبي المحتوى ها
الحراري لسي او 2 هيساوي الرقم ده سالب 393.5 كيلو جول لكل مول. بالله عليكم فاهمين؟ الناس فاهمه ولا ايه؟ ها؟ طب مثال رقم 3 عندكم. مثال رقم 3 عندكم بيقول احسب المحتوى الحراري ليديد الهيدروجين. ليديد الايه؟ ومديك المعادلة كده H2 زائد الـ I2 رايح 2HI وكاتب لك هنا كده على جنب دلتا H بتساوي 51.9 كيلو جول لكل مول. مستر يا مستر هو هنا دول بصفر وهو عاوز اتش اي ومديني دلتا اتش صح ولا لا؟ طب مش 2 اتش اي ده اللي هو اتش بي وده زيرو وده زيرو يبقى كام زيرو؟ 2 في عينك ها زيرو وده اتش بي. ارجع اقول له يلا دلتا اتش اللي هي 51.9 هتساوي اتش بي ناقص الزيرو يبقى الاتش بي هيطلع ب 51.9 صح؟ بكام؟ بكام يا جماعه؟ 51.9. يبقى في الحاله دي كده الاتش بي هنا اللي هو 2 اتش اي اللي هو كام؟ يبقى نقول له المحتوى الحراري لاتش اي بس هيساوي 51.9 على 2 يطلع 25.95 كيلو جول لكل مول. قسمنا ده على 2. واحد هيقول له يا مستر لو جه سؤال زي ده اختار مش دول بصفر؟ اه يبقى 2 اتش اي بيساوي الرقم ده صح؟ يبقى الاتش اي اقسم ده على 2 على طول صح. ازاي مش دول بصفر؟ طالما المتفاعلات بصفر يبقى النواتج هي دلتا اتش صح؟ صعبه دي يا جماعه؟ افتح الملزمه معايا. يلا فتحنا الملزمة احنا حلينا مسألة رقم 1 و2 و3 صح؟ مثال 4 عندكم بيقول لي ايه؟ في التفاعل التالي الانسلبي اللي هي يا مستر؟ المولاري. الانسلبي المولاري هي كلمة المحتوى الحراري. انسلبي مولاري اصلا معناه محتوى حراري باللاتيني. طب مستر ليه الانسلبي المولاري لايه بقى؟ يلا للنشادر. نفس الفكره ومديهم المعادله 2 ان اتش ان 2 ان 2 بس قصدي زائد 3 اتش 2 رايح 2 ان اتش 3 كاتب لهم كده على جنب دلتا اتش بتساوي سالب 92 كيلو جول لكل مول طبعا. يلا اولا المتفاعلات بزيرو. المتفاعلات بايه؟ يبقى ال اتش بي 2 ان اتش 3 صح؟ هتساوي الرقم ده. يبقى ال ان اتش 3 على طول بقى يا مستر هيساوي سالب 92 على ال 2 هيطلع سالب 46 كيلو جول لكل مول. طب مستر ممكن نجيبها بالقانون الاساسي؟ مش فارقه. ممكن تقول لي ايه؟ مش هو هنا عايز الانسلبي المولاري واحنا قلنا الانسلبي المولاري معناه ايه؟ معناه مول واحد صح؟ مجموع الطاقات المختزنة في مول واحد. طب هو هنا كم مول؟ 2 ان اتش 3 بيطلعوا لي كام؟ كذا صح؟ يبقى واحد مول هنقسم على 2. فهمنا يا شباب ولا لا؟ فهمتوا بالله عليكم؟ صعبة؟ اقلب الصفحة عندك هتلاقي تفاعل الطارد للحرارة بتفاصيله اللي احنا قلناها دي كلها. الصفحة اللي قصادها هتلاقي تفاعلات المصل الحرارة بملاحظاتها بتفاصيلها كلها اللي احنا كتبناها هنا. هنلاقي آخر صفحة يلا مخطط الطاقة لتفاعل طارد وتفاعل ماس. أنا كاتب عندك إيه؟ كاتب هنا كده H2 زائد نص O2 هنا H2O حصل؟ وكاتب لك هنا كده غاز وهنا غاز وهنا ليكويد وكاتب لك هنا دلتا اتش سالب 285.85 صح؟ طب ما هي
طب لو انا اديتك المخطط ده كده وقلت لك اكتب لي المعادله الحراريه هتقول لي ايه؟ يعني اديتك مخطط اهو A زائد B ادنا C ودلتا H سالب 20 هتقول لي ايه؟ هتقول لي A زائد B ادنا C ودلتا H كذا. صح ولا لا؟ اللازق في الصادم متفاعلات. طب هنا H2 زائد نص O2 تدينا H2O. في الحاله دي نقول له يلا المعادله H2 زائد نص O2 ده غاز وده غاز سهل. H2O ودلتا H سالب الرقم اللي هديه لك اللي هو عندكم سالب 285. طب عندكم هنا كاتب لك CA CO3 كده صح؟ ماده صلبه. حصل ولا لا؟ وهنا CaO زائد CO2. حصل يا جماعه؟ هو ايه ده يا مستر ده؟ تفاعل. اللي جنب الصادي دايما متفاعلات يبقى CA CO3 سهم CaO زائد CO2 ودلتا اتش هتطلع موجب الرقم اللي عندك. صح ولا لا؟ تحت عندك سؤال بيقول لي ارسم مخطط الطاقة للتفاعلات التالية. ألف عندك أو رقم واحد ها؟ أنا عايز ارسم مخطط الطاقة هيبقى واحد من الاتنين دول. طب وأنا هعرف منين؟ لو لقيت دلتا اتش سالب يبقى كده. دلتا اتش موجب يبقى الشكل ده. طب مستر في أول تفاعل مش مديني دلتا اتش. ما هو كاتب لك سي زائد أو2 تدينا سي أو2 زائد 285 393 ونص صح؟ يعني كاتب لك زائد حراره. طب زائد حراره عندك بص معايا الله يرضى عليك. زائد حراره زي ده ولا لا؟ يبقى طارد ولا مص؟ طارد ولا مص؟ طارد ولا مص؟ طيب بص الحته اللي جايه دي جه في امتحان ثانويه عامه 2002 او 2001 قال لهم ان 2 زائد او 2 2 ان او ناقص هيت. يلا التفاعل ده طارد ولا ماص؟ مين اللي قال ماص؟ برنس. ليه؟ عشان مستر يا مستر الحراره خارجه. حبيبي هي هنا الحراره خارجه زائد هيت صح؟ هل هنا الحراره خارجه زائد هيت؟ يبقى دي تعدي هناك يبقى ماص. ها؟ يعني لو جبت لك الحصه اللي جايه في الامتحان معادله زي دي وقلت لك اي التفاعلات اي المخططات التاليه تعبر عن التفاعل ده يبقى تختار شكل زي ده. ليه؟ لانه ماص. لما اقول لك دلتا اتش للتفاعل ده هتبقى موجبه ولا سالبه؟ ها؟ موجبه عشان هو ماص. طب المعادله الثانيه عندكم كاتب لك جنبها دلتا اتش بموجب صح؟ صح ولا لا؟ طب دلتا اتش موجب يبقى ماص ولا طارد؟ يبقى احنا عندنا اول تفاعل لو بصيت على دلتا اتش هتلاقيها موجب رقم واحد. ثاني تفاعل دلتا اتش سالب. اكتب على دلتا اتش موجب 51 و9 ده اللي هو اول تفاعل ماص ثاني تفاعل طارد. طب انا عايز ارسم مخطط الطاقه يبقى التفاعل الاول هيبقى زي ده بالظبط كده بس هنكتب هنا H2 زائد I2 وهنا 2 HI. هنا التفاعل الثاني C زائد O2 هنا CO2. هنا دايما اللازق في الصادي متفاعلات اللازق في السي والبعيد نواتج. بالله عليكم الحصه صعبه؟ حد مش فاهم؟